عندنا يونت 63 فرد يونت كلش سهل وما بي اي مشكله. عندي ثلاث افعال، عندنا لايك ولاف واربعه، لايك لاف بريفير هيت. هذين اربع افعال، انا عندي مجموعه افعال بيونت 63 لهم قواعد معينه، لهم قواعد معينه راح نتناقش بهن، فراح نبدي بهن قاعده قاعده. طبعا هاي اللي بالبدايه مجرد امثله، هذا ان كلنا امثله، كل هذه امثله ما بيها اي شيء، مجرد امثله، يعني ما عندنا اي شيء بها قريناها او ما قريناها ما راح تقدم لنا اي شيء. احنا نريد نشوف شنو الشيء اللي جينا بالامتحان وشلون نجاوبه، هذا عندنا المهم. فانا كاتب لي ملاحظه يقول after would like، after would like، would love، would prefer، would prefer، would hate. هاي الحالات الهن قاعده خاصه. هذن الشيء يجيني وراهن، يجيني وراهن تو ثم فعل مجرد، يجيني وراهن تو ثم فعل مجرد. 61 اخذنا قلنا اكو افعال تاخذ وراها اي ان جي، فقلنا مثلا عندنا افعال كيب كيب، وبعض الافعال الهيلب، وذكرنا ايضا انجوي، ان هاي الافعال تاخذ اي ان جي. طيب بعدين هنا، بعدين هسه بيونت 63 يقول اللايك واللوف والبريفير والهيت هذني ياخذن وراهن تو. يعني هنا معناها شنو؟ يعني معناها الود لايك والود لوف والود بريفير والود هيت الهن تركيب خاص والهن حالة شاذة. شنو هي حالة؟ ان الود لايك تجي وراها تو ثم فعل مجرد، الود لايك يجيني وراها تو ثم فعل مجرد، بينما لو جتني اللايك وحدها حط وراها فعل بي اي ان جي. يعني انا لو جاني سؤال بالامتحان، شوفي مثلا هنا، شوفي اي دونت لايك سويمينج، اللايك هنا اخذت اي ان جي، اللايك اخذت اي ان جي، اي لايك سكاينج اخذت اي ان جي، بينما هنا اخذت تو وفعل مجرد اي وود لايك تو. زين ليش هنا اخذنا تو فعل مجرد؟ لان انا عندي ود، اذا جتني ود وياهن، ود لايك ود لاف ود بريفير، راح اختار تو ثم فعل مجرد. لا نلاحظ هنا I'd like to lie، الايد اجى وراها، اجى وراها لايك ثم تو ثم فعل مجرد، بينما هنا لان ما عندي ود اخذت اللايك ثم فعل باي ان جي. نروح على رقم اخرى ثالثه، يقول عندي start وintend، كلمه start وكلمه intend. يقول we can use either to infinitive or end. طبعا هذين حالتين الهن، هاي النقطتين الهن حاله شاذ، بس هذين الفعلين عندنا بالانجليزي، وكم فعل هو اكو صراحه بعد، هذني ممكن اخذ وراهن التو وممكن اخذ وراهن الفعل يحتوي على ing. يعني ممكن اقول انا جمله على سبيل المثال people began to leave، وممكن اقول people began leaving، يعني اثنيناتهم صحيحه. يعني هاي الستار والانتند لهن حالة خاصة. شنو حالتهن الخاصة؟ ان الفعل start والفعل intend ذن الفعلين ممكن يجي وراهن تو وفعل مجرد او فعل بي ان جي، فالحالتين صحيحة. طبعا هذن الفعلين لهن حالة خاصة ولهن حالة يعني تختلف عن الحالات الاخرى، فانا لازم اعرف ان هذه الافعال لهن نظام خاص وحالة اخرى، وراح نشوف بالتمارين شلون تجيني وشلون فكرتها.